يعني أنك تكلمت به في غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب. فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال لا بد أن تذهب إليه وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك عند الناس فأرجوك أن تسمح عني وتحللني. وقال بعض العلماء لا، لا تذهب إليه، بل فيه تفصيل، فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول أصح، قل اللهم اغفر له، كما جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له.